سان جيرمان. الكره للبي اس جي. بوستولاتي ينتظر عرضيه قادمه من ايريك جونيور. الكره اماميه ملعوبه خطيره وحارس المرمى والهدف الاول. جول اول لصالح البي اس جي. هدف اول لباريس سان جيرمان عن طريق القائد ايمانويل اتا. هدف اول للمتخصصين في هذه البطوله. شوف الراسيه بعد عرضيه مميزه راسيه ايمانويل اتا تعلن اول اهداف الفريق الباريسي. الاماميه خطيره. يا سلام يا سلام يا سلام. هدف التعادل للفريق الياباني. شمس اليابان التي لا تغيب. شمس اليابان التي لا تغيب تشرق عن طريق كايتو موري في الكرة الماضية. كايتو موري يسجل هدف التعادل لصالح فريق كاشيوا ريزون. قلنا لا يملكون أي استعداد للتخلي عن أملهم في هذه المباراة. شوف الكرة الماضية. شونتا ناشجاي. ملعوب الكرة عند الحارس ريمي. وهذه المواقف وهذه العفو وهذه العفو وهذه العفو. أوه بيير دانييل. بيير دانييل ماذا يفعل بيير دانييل؟ خطأ قاتل في الكرة الماضية. هفوة أمام نجم الفريق الياباني. أمام من لا يترك هذه اللقطات تمر عليه بسهولة. دائما الموجود كيتا.